بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة مشروع كل يوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما اتفقنا في قناة مشروع كل يوم، نحن بنقدم مشاريع متنوعة التكلفة ورأس المال. عندنا مشاريع صغيرة ومشاريع متوسطة ومشاريع كبيرة. مشروع النهاردة بيتميز بأنه يعتبر من المشاريع الصغيرة، لأنه رأس ماله يعتبر صغير، ممكن تبدأ بألف دولار أو ألفين أو تلات آلاف كأقصى مبلغ ممكن تبدأ بيه. لكن قبل ما ابدا في فيديو النهارده، اتمنى ان اي حد مش مشترك في القناه يشرفنا ويشترك في القناه، ولو عجبك الفيديو بتضغط على زر اللايك، ولو في اي استفسارات بترسلنا في التعليقات، وان شاء الله بنخصص يوم الجمعه نحن بنرد على كل التعليقات الخاصه بالقناه. النهارده معانا مشروع من المشاريع السهله جدا اللي مش محتاجه فقط راس المال، مش محتاج عماله ولا محتاج مواد خام كتير. عندك اهم حاجه زي ما قلت لك راس المال، ورأس المال زي ما قلنا ممكن تبدأ بألف دولار أو ألفين أو تلات آلاف كأقصى حد. النهاردة هنتكلم على مشروع ماكينة البيع الذاتي، صافي أرباح إن شاء الله تصل إلى 900 دولار في الشهر. ماكينة البيع الذاتي هي عبارة عن آلة معدنية بطول متر 80 وعرض متر ونص وعمق 86 سنتي. في منها مقاسات مختلفة ومواصفات مختلفة. الآلة المعدنية ممكن تعرض أكثر من 60 نوع بواقع 250 قطعة في نفس الوقت. ممكن تعرض المنتجات الغذائية زي السناكس والمقرمشات، الكوكيز، العصائر المعلبة والمياه الغازية والمعدنية وغيرها من المنتجات، وكمان مزودة بماكينة داخلية لصنع ست أنواع من المشروبات الساخنة زي الكابتشينو والنسكافيه وغيرها. اللي بيميز الماكينة ده واعتمادها على التكنولوجيا في إنجاز عمليات البيع من غير العنصر أو تدخل العنصر البشري. العميل بيقوم بوضع العملات المعدنية أو الورقية اللي بتعادل قيمة الطلب، وإذا كان في أموال باقية الماكينة بترجع المبلغ للعميل. بمجرد ما العميل بيدخل العملة المعدنية أو الورقية، بتقوم الآلة بتحضير الطلب وإرساله لمكان مخصص عشان العميل يستلمه. ده بيعني كثير من الراحة للعملاء. إذا كنت بتفضل هذا النوع من المشاريع المتطورة والمربحة، فتابع معنا فيديو النهاردة إن شاء الله نتكلم بالتفصيل عن مشروع ماكينة البيع الذاتي. هنتكلم في البداية على موقع مساحة المشروع. المشروع ده أهم حاجة فيه هو اختيار المكان. عشان تحقق من هذا المشروع مشروع ماكينة البيع الذاتي الغرض اللي انت عايزه، وهو انك تربح في الشهر مبلغ كويس، فمن الضروري اختيار مكان بيتسم بالحيوية والرقي. الحيوية يعني ناس كتير وعدد كبيرة كتير من الناس، والرقي يعني مكان راقي ومميز زي مثلا الجامعات الخاصة، المولات التجارية، المستشفيات الخاصة اللي عليها إقبال كبير، الشوارع التجارية الراقية، محطات الوقود، الهايبر ماركت، الشواطئ الخاصة. أما بالنسبة للمساحة، فأنت مش محتاج إلا لمساحة صغيرة لا تتعدى مترين مربع بواقع مترين في متر. وبالطبع مش هتضطر انت تدفع ايجار شهري، تدفع بس ايجار لهذا المكان حوالي يعني 200 دولار، ده اقصى حد، لان الاماكن زي ما قلت لك الاماكن انت بتختارها لازم تكون مكان راقي. في المقابل مش محتاج اي تجهيزات، وده بيوفر عليك كتير من المال. في ملاحظه مهمه جدا هنا، المكان المناسب بيعتبر العنصر الاهم لنجاح المشروع. مشروع ماكينه البيع الذاتي اهم حاجه فيها المكان، يعني لو اخترت موقع غير مناسب فممكن مبيعاتك لا تتعدى العشرة دولار في اليوم، اما اذا اخترت موقع مناسب ممكن تحقق مبيعات من 70 الى 100 دولار في اليوم الواحد. عشان كده لازم تجتهد عشان تحصل على مكان في موقع مميز. وزي ما شايفين حضراتكم الماكينات فيه منها انواع مواصفات مختلفة. في بعض الماكينات بتعمل بالعملات المعدنية او الورقية، في بعض الماكينات بتعمل بالباركود من الموبايل بتاعك، في بعض الماكينات بتعمل بالكروت او الفيزا البنكية. عشان تحصل على ماكينة بمواصفات انت محتاجها، فانت محتاج مبلغ من 1500 الى 300 الى 3000 دولار. فانت محتاج مبلغ او رأس مال من 1500 الى 3000 دولار. ده من خلال احدى الشركات التجارية اللي ممكن توصل لك الماكينة عن طريق البحث على موقع جوجل وعلى موقع علي بابا. ان شاء الله في نهاية الفيديو هعرض لحضراتكم طريقة الشراء من موقع علي بابا. وإذا ما كانش متوفر معاك المبلغ بالكامل، فممكن تشتري الماكينة مستعملة من نفس الشركات اللي بتبيع الماكينة الجديدة. طبعا سعرها هيكون أقل بكتير، في حدود 1000 دولار، لكن بمواصفات أقل.
كمان ممكن تحصل عليه عن طريق الإيجار الشهري إذا كان متوفر ده في عند الشركات. ممكن تحصل عليها إيجار شهري من 100 إلى 200 دولار أو 150 حسب الحجم بتاع الماكينة وحسب الإمكانيات في الماكينة. المتطلبات اللازمة لتشغيل مشروع ماكينة بيع ذاتي: هتحتاج منتجات وخامات عشان تضمن عمل المشروع بشكل مستمر. المنتجات دي زي العصائر والكنزات، المياه المعدنية، المقرمشات، السناكس وغيرها من المنتجات اللي تباع داخل ماكينة، ممكن تحصل عليها من احدى المحلات بيع المواد الغذائية بالجملة. كمان ممكن تحتاج الى خامات لصناعة المشروبات الساخنة، والخامات دي الملاحظة التانية ان الحسابات مش دقيقة هنا، وانما هي عامة عشان للتوضيح، بمعنى ان حجم المبيعات ممكن يختلف وكذلك التكاليف، فمن الضروري دراسة الموقع المستهدف عشان تعرف صافي الأرباح المتوقعة بالظبط. عوامل نجاح المشروع: الموقع هو العامل الأهم لنجاح المشروع زي ما قلت لك قبل كده، وهقول لك في أكتر مرة إن أهم حاجة المكان في هذا المشروع. لما تيجي تشتري ماكينة البيع الذاتي من الضروري دراسة الخيارات المتاحة بعناية للحصول على واحدة تلائم احتياجات المكان المخصص. حاول كمان تخفض تكاليفك لأدنى درجة ممكنة عشان تحقق ربح كبير. الاهتمام بتزويد الماكينة بالمنتجات، وإلا ستعاني على مستوى المبيعات. طبعا ده كان باختصار موضوع ماكينة البيع الذاتي. قدام حضراتكم هنا في الفيديو بنعرض ازاي ممكن تشتري الماكينة من موقع علي بابا. طبعا الماكينة متوفرة بأسعار مختلفة عشان المواصفات مختلفة، فعندك الماكينة متوسطة تبدأ من 1500 دولار إلى 3000 دولار حسب المواصفات المطلوبة. لكن في البداية ممكن تبدأ بماكينة يعني تكون فيها المنتجات مع العصائر ومع المشروبات الساخنة، فأنت بتختار الماكينة حسب رأس مالك وحسب المواصفات اللي أنت محتاجها. طبعا ممكن كمان في شركات متوفرة في بلدك بتوفر لك الماكينة، شركات استيراد وتصدير. في برضو هنا في مصر في احدى الشركات بتبيع الماكينة، لو انت ممكن تشتريها من مصر فموجودة لكن بمواصفات اقل. اتمنى تكون فكرة المشروع وصلت. ان شاء الله اتمنى لكم دايما التوفيق لحضراتكم. شكرا لحضراتكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.